استباقا للاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بشأن فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبتسلائيل سموتريتش، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن تل أبيب تعمل مع أصدقائها في الاتحاد الأوروبي لمنع صدور قرارات ضد إسرائيل. من تل أبيب ينضم إلينا علي واكد الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي، ومن الناصرة ينضم إلينا الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية نظير مجلي. مرحبا بكما. أبدأ من عندك أستاذ نظير لأسأل، ستنجح إسرائيل بمنع هذه العقوبات على هذين الوزيرين؟ مرحبا بك أستاذ حسين وبالزميل علي وبالأخوة المشاهدين والمشاهدات. أهلا وسهلا. أجل من الممكن أن تنجح إسرائيل، لأن القرار في الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون إجماعيا بتأييد جميع الأعضاء، وهنالك عدة دول مثل تشيخيا، المجر، هنغاريا، ألمانيا حتى، من الممكن أن تعرقل مثل هذا القرار في إصدار عقوبات شديدة. ولكن طالما أن هناك أكثرية تطرح هذا المطلب، فهذا أولا يخلق أجواء عامة في أوروبا، ومن الممكن أن تقوم هيئات ومؤسسات أخرى غير الاتحاد الأوروبي الذي يمثل كل الدول، هنالك جهات وجمعيات وحركات ومنظمات وحكومات فردية من الممكن أن تستفيد من هذه الأجواء لتصدر هذا إجراءات معينة لمعاقبة بن غفير وسموتريتش. ولكن ينبغي أن ننتبه هنا دائما، أن يبقى بالخلفية أن سموتريتش وبن غفير هما اللذان يتحدثان، هنا اللذان يكشفان ما يدور في خلدهما في هذا الموضوع. ولكن الممارسات على الأرض في إسرائيل، يعني ما يفعلونه مثلا في المناطق الفلسطينية المحتلة، هو عمل الجيش والمخابرات والدولة العميقة للمجتمع الإسرائيلي، وطبعا نتنياهو يشرف على كل هؤلاء كالمايسترو، ولذلك العقاب هؤلاء لوحدهم لا يكفي، مهم ولكنه لا يكفي، وهنالك حاجة أن تكون إجراءات تهز الرسن بعض الشيء للحكومة الإسرائيلية. طيب، بمعنى أستاذ نظير بأن الكلام لهما والسيف بيد نتنياهو والجيش، هما من يقوم. نعم. طيب أستاذ علي، ما مدى مقدرة إسرائيل على تجنب هذه العقوبات لوزيرين في حكومة تحاول أن تتعامل مع المجتمع الدولي بشكل طبيعي بين قوسين؟ يعني قال وزير الخارجية الإسرائيلي أن إسرائيل تعمل مع أصدقائها في الاتحاد الأوروبي لإحباط هكذا مقترح، ومن بين الأصدقاء بولندا والمجر ودول أخرى، لأن كما قال أستاذنا يعني سيد نظير مجلي أن القرارات في الاتحاد الأوروبي تؤخذ بالإجماع. هناك يعني ضمان إسرائيلي أن لا يكون قرار كهذا على مستوى الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إسرائيل عن طريق الولايات المتحدة وعن طريق مجموعات الضغط في بعض الدول كألمانيا وغيرها ستنجح يعني باعتقادي بإحباط أن يتم اتخاذ هكذا قرار في الدول الوازنة في الاتحاد الأوروبي كألمانيا وفرنسا، على أن تضطر للتعامل مع قرار ربما في إسبانيا وفي إيرلندا بصدد فرض مزيد من العقوبات. ولكن طبعا يعني وزن إسبانيا ووزن إيرلندا ليس من أي منطلق. أستاذ علي، ستحاول إسرائيل، يعني هي ستخجل من مسألة أن يعاقب لديها وزيران اثنان مثلا، أو لا، هي لا تريد أن تكون نقطة سوداء في صفحة هذه الحكومة؟ يعني إسرائيل كانت تتوقع هكذا قرار، علينا أن نذكر أن الإدارة الأمريكية وأيضا الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية فرضوا عقوبات على مسؤولين في الحركة الاستيطانية الإسرائيلية، على جمعيات استيطانية إسرائيلية وعلى تجمعات استيطانية، وهذا يعني لم يمنع الحكومة من الإعلان عن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية. بالأمس تم تعيين حاكم عسكري لقطاع غزة تحت عنوان إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وبالتالي يمكن أن تفتح هنا شهية المستوطنين ويعودوا لحلم استيطان في غزة، وبالتالي لا نرى أن هذه الخطوات تلجم الحكومة الإسرائيلية، طالما أنها يعني تلمس ضعف في الإدارة الأمريكية في فرض سياسة تلتزم بعدم نسف حل الدولتين. طيب أستاذ نظير، قالوا بأن الغريق لا يخشى البلل، عن أي شيء تبحث حكومة نتنياهو بمسألة صد الاتحاد الأوروبي بمعاقبة هذين الوزيرين؟ يعني إذا كانت هي
غارقة في دماء الفلسطينيين في قطاع غزة؟ أولا مهم أن نشير إلى أن إسرائيل معتمدة اعتمادا كبيرا وأساسيا على دعم الولايات المتحدة وعلى نفوذ الولايات المتحدة في أوروبا، وهي تأمل وتتوقع أن يتدخل الرئيس بايدن أو نائبته فيما بعد أو أي رئيس آخر والإدارة الأمريكية، لأننا نتحدث عن مسيرة طويلة، يتدخلوا لإنقاذ إسرائيل من أي إجراءات عقابية من هذا النوع. ولكن نحن الآن في بداية الطريق ونتحدث عن الجهود التي من الممكن أن تقوم بها حكومة نتنياهو. علينا أن ننتبه إلى الجهود التي يقوم بها إسرائيليون آخرون. إسرائيل الآن ربما تعود إلى نفس المرحلة التي بدأت فيها مظاهرات الاحتجاج على الحكومة الإسرائيلية في قضية المشروع أو الخطة للانقلاب على منظومة الحكم وعلى تغيير الجهاز القضائي. كما تذكر أستاذ حسين، قبل الحرب كانت هناك مظاهرات ضخمة في إسرائيل ضد هذه الخطة، والآن قيادة الاحتجاج التي امتنعت عن المشاركة في أي مظاهرات منذ الحرب وحتى اليوم اتخذت قرارا بالتوجه بشكل منعطف جديد والعودة إلى تلك المظاهرة. وهؤلاء ينشطون ليس فقط في داخل إسرائيل، كانوا ينشطون في الأشهر الأخيرة خصوصا من حملة الاحتجاج أيضا في الخارج. هذه اللعبة التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية كما لو أنها هي الضحية من جهة، وهي تمثل العالم الحر من جهة أخرى، العالم ينبغي أن يرى الصورة الحقيقية، وهذه المعركة من الممكن أن تظهر الصورة الحقيقية، وعندئذ سنشهد قوة جديدة تتجاوز الاتحاد الأوروبي ومؤسساته الرسمية المحكومة بالإجماع لتتخذ هذه الإجراءات التي من الممكن أن تكون رادعة لإسرائيل. طيب أستاذ علي، إلى أي حد هكذا مواقف وإن كان مرض عنها من قبل نتنياهو وقادة جيشه من الممكن أن تزعج المنظومة الإسرائيلية أو الحالة الحاكمة في إسرائيل نحو محاسبة ما، نحو دعوات ما في مكان ما في زمن ما؟ لا أعتقد ذلك، يعني ما تبقى من فلول النظام القديم أو ما يعرف بالدولة العميقة الإسرائيلية هو في طريقه إلى الانقراض. يعني اليوم بن غفير وسموتريتش لا يمسكان فقط ويبتزان بنيامين نتنياهو، مندوبو بن غفير وسموتريتش يمسكون بزمام الأمور في الكثير من القطاعات بدءا من الإعلام والوزارات والمديريات المختلفة في الجيش وغيرها. وبالتالي يعني لا أعتقد أن سنشهد يعني حراك داخلي ينذر بأن نقص الخطر يعني سيلحق بإسرائيل جراء هذه الإجراءات. على العكس، يعني توجد الآن في إسرائيل منظومة أستطيع أن أقول يعني أنها آخذة بالتوسع وبالانتشار ديموغرافيا وانتخابيا وحتى عقائديا. يعني نجح سموتريتش وبن غفير مأرس صفوف اليمين ووصف الحالة بأن كل العالم يعادي الإسرائيليين، وبالتالي أعتقد أن هذه الإجراءات يعني ستزيد فقط من زنة ووزن بن غفير وسموتريتش تحديدا في جمهور اليمين. وأعتقد أن بنيامين نتنياهو طالما حسم أمره استراتيجيا أن خيار بقائه أو الإبقاء على ائتلافه هو الخيار الأول بالنسبة له والأولوية الأولى بالنسبة له، فهو سيسخر كافة جهود وموارد الدولة الإسرائيلية ليس لتلميع صورة إسرائيل ولتبييضها ولتصحيح هذا المسار، وإنما لمحاولة الاعتراض وإحباط هكذا قرارات ويعني إطفاء النيران بدل من منعها من أن تشتعل. وأعتقد أن يعني أنا من الذين يعتقدون أن بنيامين نتنياهو اليوم يتبنى ليس فقط أنه رهين بيد سموتريتش وبن غفير، هو يميل اليوم للطرح بن غفير وسموتريتش في الكثير من القضايا. طيب أستاذ نظير، سأأخذ جزئية من الأستاذ علي، قال بأن الأمور تتسع حتى انتخابيا وفق سلوك هذين الوزيرين ونتنياهو راضٍ. يعني إذا كان هذان الوزيران يشاركان بالحكومة وجرى ما جرى في قطاع غزة، إذا توسعت القاعدة الشعبية واستطاعا أن يوسعا أكثر في الحكومة، كيف ستكون الأمور؟ لا، لم تتسع القاعدة الشعبية لنتنياهو وائتلافه الحكومة. طيب. أختلف مع الأستاذ علي في تماما. إذن أنا أثبت نقطة اختلاف مع الأستاذ علي في هذه القضية. نعم، تفضل. أصدقاء حميمين. تماما. لا، أنا لماذا أخذت هذه الجزئية أستاذ نظير وسألتك؟ لأن الأستاذ علي يقول بأن شعبية
ما يعني انتشرت خلال الفترة الماضية، وهذا يؤيده كذلك نتنياهو، هو راض يعني عن هذه القضية. الآن جئت وقلت لك بأن المسألة يعني كيف ستكون إذا كان هؤلاء سيحكمون؟ لنأخذ الأرقام قبل ذلك، استطلاعات الرأي تشير إلى أن بن غفير وسموتريتش رغم أنهما أقوياء وخصوصا بن غفير حجمهما الانتخابي سيبقى كما هو. يعني بن غفير لديه اليوم 6 مقاعد يرتفع إلى 10-11 مقعدا، ولكن سموتريتش ينزل ولهذا اللي هو 8 مقاعد فينزل إلى 4، وهنالك ربما 5 وربما 3، ويعني عمليا لا يفوز بنقطة الحسم، يعني لا يدخل للحسم. اليوم لديهما 14 مقعدا، وهذه احتمال أن تتقلص. صحيح ما قاله الأستاذ علي بأن هنالك قاعدة ثابتة لليمين المتطرف ثابتة جدا، ونتنياهو يشرف عليها كمايسترو، يعني في بعض الأحيان بالمناسبة هو يستغل بن غفير وسموتريتش لكي يحقق امورا فيدعي امام الامريكان مثلا. انا لا استطيع ان امرر هذا الموقف بسببهما. امر اخر بالنسبه للدوله العميقه، الدوله العميقه لا تتقلص، الدوله العميقه هي دوله عميقه، هي الجيش، هي المؤسسه الماليه، هي المؤسسه الامنيه، هي المؤسسه الاكاديميه، كلها هي تحرص على أن لا تكون هنالك ثورة تغير منظومة الحكم وجهاز القضاء، لأنها تعرف أن هذا سيفقد إسرائيل مكانتها الدولية حتى داخل الولايات المتحدة وأوروبا أكثر من قضية غزة. يعني من الممكن أن يسكت العالم أو يحتج ويكتفي بكلمات إدانة على الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة، ولكنهم لن يسمحوا لإسرائيل أن تتراجع عن الأسس الديمقراطية والقيادية. اليوم تعاني المؤسسة الأكاديمية في إسرائيل من مقاطعات في الخارج، الجهاز الاقتصادي في إسرائيل يعاني من تنزيل مكانة الائتمان لإسرائيل، وهنالك أزمة اقتصادية يعني تتعمق وتتسع، وخلل في العلاقة مع دول عديدة في قضايا اقتصادية، وهنالك نمو واستيقاظ لحملة المقاطعة لإسرائيل في الخارج. كل هذه تخيف الدولة العميقة في إسرائيل، ولذلك احتمال أن تنجح قائم، وربما تفرز هذه الحملة حتى قادة سياسيين يعوضون عن المعارضة الهزيلة في المجتمع الإسرائيلي. لو كانت هنالك معارضة قوية في إسرائيل لكانت استطاعت أن تجند الغالبية الساحقة من المجتمع الإسرائيلي وتطيح في نتنياهو. المشكلة هي أن هذه القيادة ضعيفة، وفي بعض الأحيان تتأتئ وتردد خطابات نتنياهو أو تحاول أن تهاجمه من جهة اليمين، يعني عمليا تزيف الموقف المطلوب من معارضة في هذا. طيب أستاذ علي، اقتنعت بفكرة الأستاذ نظير أو أنك تبقى ولديك دلائل عكس ما يتحدث به الأستاذ نظير؟ لا، يعني أستاذ نظير هو أستاذ ولكنني أختلف معه. هو يقول أن الدولة العميقة باقية، وأنا أقول له الدولة العميقة لم تنجح بإلزام وزير العدل تعيين رئيس للمحكمة العليا، وهي سابقة في إسرائيل. على مدار أشهر لم يكن مفتش للشرطة الإسرائيلية، وهذه أيضا سابقة، وتم تعيين يعني مفتش عام للشرطة يتماشى عقائديا وتنظيميا مع أفكار إيتمار بن غفير. يعني حتى نجحوا في اليوم، حينما ننظر إلى قيادات الجيش، حينما ننظر إلى الجنود الذين يقتلون في الجيش، جلهم من ما يعرف بالصهيونية المتدينة، أي التيار الفكري الذي ينتمي إليه بن غفير وسموتريتش. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، حينما وهو صحيح ما يقوله الأستاذ نظير أن انتخابيا لم نرى في استطاعات الرأي زيادة في قوة بن غفير وسموتريتش، ولكن من هو اليوم الحزب الذي يلقى رواجا واسعا؟ هو حزب يقوده نفتالي بنت الذي ينتمي لنفس تيار الصهيونية المتدينة. صحيح أنه يعني حينما كان رئيسا للحكومة أبدى ليونة أكبر في قضايا معينة، ولكن فيما يتعلق بالملف الفلسطيني مثلا، فيما يتعلق بالاستيطان، لا أرى فارق بينه وبين سموتريتش وبن غفير. على العكس، بن غفير وسموتريتش حتى فترة ليس بالبعيدة كانا جزءا من القائمة الانتخابية لنفتالي بنت. لذلك دعنا نحاول معك بنصف دقيقة أستاذ علي، أنا والأستاذ نظير. تفضل أستاذ نظير، يعني لدينا نصف دقيقة علّك تقنع الأستاذ علي بوجهة النظر. الأمثلة التي جلبها الأستاذ علي صحيحة، ولكن هذا ليس فشل للدولة العميقة،
تعيين قائد للشرطة هو مشكلة جدية، ولكن هي مشكلة تظل تحت مسؤولية القيادة السياسية. الأمور الجوهرية التي يخشى عليها هي المحكمة العليا، هي لجنة التحقيق التي يفترض أن تقوم للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، وقد تنسف القيادات السياسية والعسكرية في إسرائيل، ولذلك ما زال هنالك أمل في هذه الدولة العميقة أن تعود إلى أخذ زمام المبادرة. طبعا علينا أن نرى كيف سيكون الشارع، هل شكرا ستترجم فعلا هذه التصريحات إلى لغة فعل أم لا؟ شكرا جزيلا لكما، من الناصرة الكاتب الصحفي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ نظير المجلي، ومن تل أبيب الأستاذ علي واكد الصحفي المتخصص في الشأن الإسرائيلي.